انضمت البورصة المصرية كعضو مؤسس إلى مبادرة AELP أو مشروع الربط الإلكتروني بين البورصات الإفريقية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس البورصة المصرية الأستاذ محمد فريد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. في البداية نحب نتعرف على مشروع الربط الإلكتروني بين البورصات الأفريقية. ده مشروع مقترح من اتحاد البورصات الافريقية. البورصة المصرية انضمت اليه كعضو مؤسس لهذه المبادرة. المبادرة دي هدفها الرئيسي هو استحداث منصة الكترونية نقدر نربط بيها ما بين شركات الوساطة وبعضها في مختلف البورصات دي، بتضم بورصة نيجيريا، بنتكلم على بورصة جنوب افريقيا، على بورصة المغرب، بورصة BRVM، دي بورصة جامعة لدول كثيرة في غرب افريقيا ايضا. فبالتالي فيها حوالي 6-7 بورصات او 7 بورصات بمعنى اصح، من البورصات المؤسسه وبورصه موريشيوس ايضا من ضمن هذه البورصات. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو ان احنا بنعمل منصه الكترونيه يبقى من خلالها بتقدر الشركات الوساطه انها تتعرف على شركات الوساطه في هذه الدول اللي فيها هذه البورصات، وبناء عليه بنبسط عمليه التداول بصوره كبيره. المرحله الاولى اللي احنا اشتغلنا عليها كاتحاد بورصات افريقيه والبورصه المصريه يعني معاهم، كان دراسه المحددات الرئيسيه علشان نشوف في امكانيه لعمليه الربط دي، او بمعنى اصح كان مثلا من ضمن المحددات الرئيسيه هل في قيود على الاستثمار في الدوله في اي من هذه القواعد القانونيه اللي المفترض يبقى المستثمر عليها. فبالتالي بنعمل دراسة شاملة ما بين البورصة المصرية من خلال الاتحاد البورصات الافريقي، يعني دراسة شاملة ما بين من خلال الاتحاد لهذه الاسواق وهذه البورصات، علشان نعم. في الاخر نطلع بجدول زمني لبداية تطبيق هذه المنصة الالكترونية. استاذ محمد، وكيف ستستفيد البورصة المصرية من هذا المشروع؟ هتستفيد البورصة المصرية ان هو بيبقى قدام المستثمرين يعني بهذه الدول انه شايف الاوراق الماليه المقيده في البورصه المصريه، بيقدر ان هو يختار ويعمل عمليه التداول السريع بناء على اتفاق هيبقى ما بين شركات الوساطه في الاوراق الماليه. فبالتالي انت حضرتك زي ما يعني اتكلمنا في مختلف المناحي، دايما لما بتيجي تبص على مستوى سوق الاوراق الماليه لازم بتبص لها من سلسله قيمه مضافه او من منظور سلسله قيمه مضافه، فده جانب الطلب انت بتحاول ان انت تزوده، ان المعروض بتاعك من الاوراق الماليه والشركات المقيده بدل ما هي معروضه فقط للمستثمرين على المستوى المحلي او بعضا من الاجانب، لا ايضا بتبسط عمليه التداول بالنسبه للمستثمرين في الدوله الافريقيه علشان نزود معدلات التجاره البينيه ما بين هذه الدول. وده هدف استراتيجي بصفه عامه، ان تبقى الدول الافريقيه والمستثمر الافريقي لديه القدره على الاختيار والاستثمار في قارته، علشان يعني نزود اواصر التعاون واواصر الاعتماد الاقتصادي كمان ما بيننا وما بين الدول الافريقيه بصفه عامه. ممتاز. وانتم كانت لكم يعني نشاطات كبيره في الايام الاخيره على المستوى الافريقي. الاسبوع الماضي شاركتم في اجتماع مجلس الاداره 51 لاتحاد البورصات الافريقيه، وايضا اجتماع اعضاء مبادره مشروع الربط بين بورصات افريقيا. لنتحدث عن الاجتماع الاول، اجتماع مجلس الإدارة 51، ماذا كانت أبرز النتائج؟ يعني الاجتماع مجلس إدارة اتحاد البورصات بيبقى بيناقش الأمور الاعتيادية الخاصة بالاتحاد، كيفية تطويره، كيفية زيادة أعداد أعضاء هذا الاتحاد، الكيفية اللي احنا بنقدر نعمل بيها عمليات التدريب ما بين البورصات وبعضها. فيعني قريباً يعني سنعلن عن برنامج تدريبي كبير احنا بنعمله مع جميع البورصات الافريقيه، لكن يعني لما تتحدد ابعاده كلها هنعلن عنه في ذلك التوقيت. فبتبقى دي الامور الاعتياديه دي اداره الاتحاد في حد ذاته من مراجعه القوائم الماليه وميزانيه الاتحاد. والاجتماع الثاني زي ما قلت لحضرتك ده كان زي ما شرحنا في البدايه للربط. شكرا جزيلا الاستاذ محمد فريد رئيس البورصه المصريه على كل هذه الايضاحات.